السلام عليكم، شلونكم عيني؟ ان شاء الله بخير. انا حبيت اليوم اشوفكم النباتات مالتي. انا عندي كثير من البلاب، عندي ثلاثة انواع تقريبا. عندي اللون الليموني، عندي اللون هذا هو المرقط، يصير اصفر واخضر، وعندي ايضا اللون الاخضر اساسا، يعني هذا. فهاي اللي كانت عندي، تتذكروها اللي كانت طويلة تقريبا ماخذة 3 اضلاع من الحائط، فأجزاء من عندها ماتت وما أعرف شنو السبب، يعني الأوراق مالتها جزء من عندها بس، وشفت النمو مالتها توقف فقطعتها حطيتها بهاي، جذرتها من أول وجديد حتى تجذرت. يعني شوفوا طلعت جذورها، حطيتها هنا، انتظر الجذور بعد أكثر حتى أنزلها بالأرض بالسندانة. وعندي هذا الغصن من القديمة، بقع بظل هنا، حطيته مشيته هنا على الحائط ايضا نفس الطريقه مال القديمه. القديمه كانت عندي طالعه هاي الاضلاع كلها واصله لنهايه هذا الضلع، بعدين قطعتها. من قطعتها حطيتها بس بهاي الزجاجه، او هاي اجزاء من عندها قطعتها، بس ما اعرف ليش صارت صفرة، بس هي يعني نبتت من اول وجديد، بس جذور بعد ما طلعت. وعندي هاي المجموعة أيضا، هاي اعتبرها نشيطة، يعني حتى الغصن مالتها أو الجذر العضد مالتها غليظ، فحطيتهم وهي هنا بعدهم ما جذروا، حطيتهم انتظر الجذور تطلع مالتهم حتى نزلهم بالأرض. وحبيت أشوفكم اللي نوع اللي عندي، احنا نسميه بالعراق رجل الوزة أو رجل البطة. عندي 3 أنواع من عنده، هذا نوعين اللي يكون ورقة عريضة، وعندي هذا النوع الثاني، والثالث بصراحة عندي زرعته برا بعد ما نزلته بالسندانة، إن شاء الله نزله بالسندانة وشوف لكم إياه. حتى يعني الورقة شوفوها، تصير 3 أقسام، بس حلوة شكلها حلو. وعندي هنا أنا عصا موسى، هاي قطعتهم الأغصان اللي تطلع، وهذه مع العصا موسى، سوري يعني كنت اصور ورن التليفون، اتصلت علي صديقتي، فهاي الاغصان اللي طلعت من عصا موسى فقطعتهم وحطيتهم هنا، هاي وحدة وهاي ايضا الثانية حتى جذروا من اول وجديد. وعندي انواع من الكاكتس، عندي هذا نوع وهذا النوع، خليني اقربها شوفوا شلونها. عندي هذا النوع وعندي هذا النوع الثاني الرابع، وعندي ايضا انواع موجوده زرعتهم برا بالحديقه، وان شاء الله اسلكم فيديو ثاني واشوف لكم اياها. وايضا عندي اللي هي هاي جلد النمر او لسان حماتي، انا يعني بصراحه هاي بورقه قطعتهم ورقه وزرعتها، شوفوا خليني اشوف لكم اياها. هاي هنا ورقتين قطعتهم وزرعتهم، طلع الشكلة جديدة. هاي الثانية أنا حطيت لها هاي الشوكة مسند شوية، أريدها ما تطلع الجدار الأوراق مالتها تطلع لي، يعني بالعرض أريدها تطلع لفوق. وهاي إن شاء الله عجبكم الفيديو مالتي، وإن شاء الله أسوي لكم فيديو يكون أحسن بعد. وإذا عجبكم الفيديو سووا لي لايك وشير وسبسكرايب. إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم. السلام عليكم.